يا اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا انتهى المونديال، ولكن لم ولن ينتهي الحديث عن المونديال ولا عن اجواءه ولا عن اصدائه ولا عن ابرز لقطاته على الاقل لفتره مش قليله. هنتكلم عن كل هذه الامور، وكمان عندنا كلام هنتكلم فيه يخص لقاء الاهلي النهارده ان شاء الله امام فاركو، كل ده هنتكلم فيه مع الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ محمد مصطفى. يا صباح الخيرات. صباح الفل يا استاذ كريم. صباح الفل يا استاذ نهاوي. مبسوط جدا اني معاكم. واحلى كمان والله. وانا مش عارفه ابدا منين، نبدا مونديال ولا نبدا فاركو ولا نعمل ايه؟ خلينا في المونديال. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ شفتي رد الفعل؟ خلينا اهرب اهرب. دي وراها كلام كتير على فكره. طبعا. يعني حضرتك من الناس اللي شافت في فارق كبير، وبعد المونديال الواحد نفسه شويه بتقفل فكره ان انت تعود مره ثانيه لبعض النماذج اللي لسه فيها فارق كبير عن اللعبه الدوليه او الكره الدوليه، يعني بتتبنى الفكر ده؟ طبعا. اولا انه المونديال اصلا كاس العالم ده حدث، يعني بيحصل كل 4 سنين، الناس كلها بتستعد ليه. النهارده مصر بنجهز لكاس عالم 2026، المفروض يعني بنجهز لكاس عالم 2026، العالم كله نفس الكلام. دي حاجه. الحاجه زي اللاعب مثلا لما بيجهز الاولمبياد، هو الناس بتجهز اولمبياد باريس من دلوقتي 2024، حدث استثنائي، حدث كبير زي مهرجان سينما يعني. ده جزء او شق. الشق الثاني ان الكره في اوروبا والكره في العالم متقدمه عننا، احنا بعاد جدا. بعاد جدا لاسباب كتيره، ان احنا ما عندناش قطاعات ناشئين كويسه، ان احنا ما بنكتشفش المواهب، ان احنا كل قصص النجاح اللي عندنا اللي بتطلع اوروبا هي قصص فرديه مش مبنيه على اسس او مبنيه على بحث عن يعني موهبه طبعا. مش فكر ممنهج، هو فكر عشوائي بحت. ومحمد صلاح يعني لو ربنا ما كانش يعني قدر لي ويسر له الامور وقفله ولاد الحلال يعني طبعا. ما كانش الامور هتكمل مع محمد صلاح، ولكن هو ربنا بيحبه ان هو يسر له الامور والامور مشيت معاه. يعني زمان ما كانش فيه غير الكشافين بشكلهم المتواضع البسيط الكلاسيكي لدور الكشافين، ومع ذلك كانوا بيعرفوا يطلعوا من قرى ونجوع وحواري وكل حته في مصر بيطلعوا مهارات استثنائيه. صحيح. دلوقتي احنا عندنا كشافين وعندنا وكلاء اعمال وعندنا اكاديميات وعندنا قطاعات ناشئين في انديه مختلفه. صحيح. ومع ذلك حضرتك بتقول اللي انت بتقوله ده ليه؟ ما هو ليه ده حاصل؟ الكوره زمان كانت حاجه مش بتكسب قوي زي دلوقتي، فكان الكشاف لما بينزل يجيب لعيب مثلا يوديه نادي كبير، هو بالنسبه له هو كان بيحب النادي ده، هو بيحب ان هو يدور على لعيبه. دلوقتي نلاقي الوكلاء دلوقتي هم اللي مسيطرين على سوق الكوره في مصر، لانه الوكلاء في النهايه هو عايز يكسب. طبعًا. ان كان بقى اللاعب ده هيروح فين، اللاعب ده هينتقل من نادي ايه لنادي ايه، ففي النهايه هو الوكيل بيحاول ان هو يكسب، بيحاول ان هو يطلع باكبر المكاسب الممكنه. بعض الوكلاء بيسيطر على انتخابات انديه، بيسيطر على انتخابات اتحادات، فللاسف قصه الوكلاء لما دخلت بوظت الامور. النقطه الثانيه بس دي موجوده في العالم كله، اشمعنى عندنا بس باظت؟ لانه احنا كمان عندنا اللي ماسكين كره القدم في مصر للاسف الاتحادات، اتحاد الكره، هم مش متخصصين. يعني تلاقي اسامي مش همها الكوره، هي همها شخصيه يعني يعني من الاخر وجاهه، هو مبسوط بالمنصب بس ما فيش اي خطه. يعني تقدر تقول لي ايه خطه الكره المصريه لغايه 2026؟ هو المفروض دلوقتي اللي احنا فهمناه من خلال الفترة الأخيرة وتطوير المنظومة في منظومة كرة القدم في مصر، إن فكرة أنت عايز تحسن التحكيم فأنت جبت مايكل كلايتنبرغ، إن أنت عايز تعيد صياغة الجدول بتاع الدوري وغيره الجدول بتاعنا، فأنت مفروض بتشتغل على ده. دلوقتي ما اتحلتش بس يعني إن شاء الله ابتديت إن أنت تعمل صفقات جديدة وتسهل على الناس، وبقى في دلوقتي مفروض بادجت معين بيتم صرفه، ابتديت تنقي المدير الفني وتحط له تعاقد يعني آمن إن هو يفضل موجود لغاية لما تنتهي الفترة. دي الحاجات او القرارات اللي احنا شفناها، هل ده كافي اصلا ولا ده هيعمل اي فارق؟ لا طبعا غير كافي، غير كافي، لانه النهارده انا علشان اعمل اطلع لعيبه يقدروا يلعبوا على مستوى دولي كبير، من الواحد لازم اهتم بقطاعات الناشئين. اكيد. هل قطاعات الناشئين النهارده عندي قويه؟ اخر منتخب ناشئين او شباب انت فاكره عمل حاجه قول لي كده اسم لعيب منه، هتلاقي نفسك مش فاكر. اسال الناس كلها دلوقتي، افتح تليفونات كده اسالنا اخر منتخب شباب شايف. اقول لك ايام جيل احمد حسن لما كان مش عايز اقول لك الرد ده. هو حرفيا اخر منتخب شباب لينا كويس كان منتخب اللي كان فيه محمد صلاح واحمد حجازي والنني، لما راحوا خرجوا من دور 16 في كاس العالم في كولومبيا 2011، واتاسس على المنتخب ده مع الجيل بتاع 2009 اللي فشل. يعني انت شايف ان انصلاح الحال في منظومه كره القدم المصريه محتاج
شيء من القرارات الثورية اللي ينتج عنها تغيير جذري للأمور اللي تحتاج تغيير؟ خلينا يا أستاذ كريم نحطهم في نقط. نمرة واحد، لازم تهتم بقطاعات الناشئين، تمام. نمرة اثنين، لازم يكون في كشافين وبحث عن مواهب، والموضوع ما يبقاش أكاديميات وفلوس بس. النهاردة اللي معاه فلوس بس هو اللي بيلعب كورة، إنما أنت عندك شباب تقدر أن أنت تكتشفهم وتقدر أن أنت تشتغل عليهم، بس في جزئية الفلوس دي هتبقى عائق كبير جدا، لأنه الموضوع دلوقتي كله اكاديميات. حتى اتحاد الكوره بدا يمشي في سكه الاكاديميات. النقطه الثالثه وهي ان الاكاديميات دي لسن معين، الاكاديميات دي مكمله لغايه لما يبقى 18 سنه. لا، لما يتاسس هيتاسس فين؟ ما هو بيبدا اكاديميه كان... وبعد كده قطاع ناشئين، المفروض الطبيعي كويس. لو حد مش مقتدر، لو حد من كره، لو حد من نجوع، نص لعيبه مصر كانوا من كره ومن نجوع. تم اكتشافهم من هناك. فالنهارده انا عشان اكتشف المواهب اللي من كره ومن نجوع من الشوارع، مبقاش في كوره في الشوارع دلوقتي. فانا عشان اكتشف اللعيبه دي لازم اوفر لهم اماكن. عندي مراكز شباب كتير جدا. اول ما قلت ظاهره الماتشات الكوره اللي في الشوارع واللي تحت الكباري، الحال مبقاش. هات لي لعيب حريف دلوقتي، مفيش. الدنيا قلت. النقطه الثانيه، وانه عشان اطلع اللعيبه النهارده عندي تلعب بره في اوروبا، انا لازم اجبر الانديه بصيغه ما ان هي توافق على عروض الاحتراف للاعبين. انا عندي لعيبه النهارده تطلع تلعب في اوروبا في اماكن كويسه جدا وياخدوا السلم من اوله زي محمد صلاح. عشان اقدر اطلع اللعيبه دول، هطلعهم ازاي؟ لازم اجبر الانديه بشكل ما. هل ينفع ان انا اروح كاتحاد كوره ولا كوزاره اجبر النادي اقول له لا لازم تسيبه يطلع اوروبا يتوافق على العرض ده؟ مش عارف اعمل ده. بس ممكن بصيغه تانية ان انا اعمل لائحه لعب مالي نظيف زي اللي اتعملت في اوروبا، انه انت عندك مصاريفك لازم ان هي تغطي ايراداتك، لازم تغطي مصاريفك. وتفصل شركات الكوره زي ما الاهلي خد النهج ده وبدا ان هو يشتغل على شركه الكوره. فالنهارده لما يكون عندك شركات كوره ليها مصروفات وليها ايرادات، عندك حد اقصى للصرف، فوقتها الانديه لما يجي لها عروض احتراف للاعبين هتبدا تطلعهم وتبدا تجيب من تحت، تبدا تطلع من الشباب والناشئين. انا ممكن اجبر الانديه في وقت من الاوقات خلال المواسم ان هم يشركوا مثلا 9 لاعبين واثنين لعيبه يبقوا تحت السن مثلا، وانه مثلا القايمه كتمهيد لتصعيدهم بعد كده. بالظبط، القايمه 30 لعيب احط مثلا لازم 5 منهم يبقوا تحت السن مثلا. ولكن في النهايه هي كلها افكار ومقترحات، لازم انت تحط خطه ايا كان ايه هي الخطه، بس قول لي خطه. عرفني انت رايح فين. احنا في 26 هنبقى فين؟ مين الجيل اللي صاعد النهارده جديد؟ لعيبه صغيره. ما يعني انت النهارده كارلوس كيروش اكتشف لعيبه طلعهم للمنتخب زي عبد المنعم، زي عمر كمال عبد الواحد، زي حسين فيصل، زي صحيح. جاب لعيبه كبيره جدا واكتشفهم وعاد اكتشفهم، بس ده عشان عين مدرب بس. انما انت عندك المنظومه كلها فيها خلل وفيها مشاكل كبيره جدا. فلازم انت النهارده تحط حلول جذريه لكل حاجه وتشتغل عليها، وتقول ان انا مثلا 2026 هيكون عندي الشكل ده والنهج ده في الكوره، هنقدر نوصل لمراحل بعيده ومراحل نقدر ان احنا ننافس مع فرق كبيره جدا. النهارده المغرب عندها اتحاد كوره قوي جدا، جماعه الملكيه المغربيه، قدرت ان هي تحافظ على حقوق انديتها وقدرت تحافظ على حقوق المنتخب. النهارده عندهم قاعده من اللعيبه مهمين جدا، هم واخدين دوري ابطال وكونفدراليه، وعندهم لعيبه بتلعب في اوروبا في باريس سان جيرمان، اشرف حكيمي، انجي الفرنسي بيلعب فيه بوفال، وبيلعب فيه الاوناحي، واحد من افضل لعيبه البطوله اللي انريكي اعجب بيه، سفيان مرابط بيلعب في فيورنتينا، رومان سايس كان بيلعب في ولفرهامبتون راح بشكتاش. بالظبط، مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ، حارس المرمى ياسين بونو بيلعب في اشبيليه، والنهارده بايرن ميونخ بيتكلم عليه بعد اصابه نوير. فانت بتتكلم في لعيبه بيلعبوا في التوب ليفل في اوروبا. انا عندي كام لاعب في التوب ليفل في اوروبا عشان اقدر انافس الفرقه دي؟ وجهه نظر. هي وجهه نظر برضو، بس الواحد برضو في الاول وفي الاخر كده بيجي يتكلم، ونقعد نحلل ونتكلم مع ضيوفنا ونسمع التحليلات المختلفه، كلام كله جميل، بس على الارض فعلا لما يجي يطبق تحس ان في مشكله. يعني في يا حد مش عايز المنظومه الكرويه تنجح في مصر، يا حد مش عارف، ما هو يا مش عايز يا مش عارف. بالزبط. لان كده صعب، واللي بيدفع الثمن في الاخر المنتخب والجماهير المصريه. صح. ما الواحد يبقى عنده كوادر جميله وناس نفست قبل كده وناس فازت يعني بطولات عظيمة جدا وفازت على منتخبات شاركت في المونديال هذه النسخة، وتيجي تلاقي منتخبك مش موجود. فكده في علة ما احنا محتاجين نفهمها بقى، لان كمان لو ده تم تطبيقه في المونديال القادم لا بقى يعني لو لا يبقى لا يبقى لازم محاسبه يا كريم بشكل حاسم. لان ما خلي بال حضرتك من حاجه استاذ محمد برضه، هو ما فيش محاسبه. بالزبط. يعني هو في حد تحاسب على حاجه؟ مين اللي حاسب اتحاد الكوره على الميل اللي انت هتنظم نهائي دوري ابطال افريقيا وفي النهايه ما حدش عارف، وبعد كده قال لك لا اصل كنا بنسلم اتحاد الكوره الجديد والقديم، وقعدوا يرموا على بعض المسؤوليه، وفي النهايه النادي الاهلي لعب نهائي دوري الابطال في المغرب. حد يتحاسب؟ محدش يتحاسب في اتحاد الكوره. اقول لك على حاجه كمان، 2018 كاس العالم لما رحنا روسيا احنا كنا المنتخب الاخير رقم 32 في القايمه
في اكتر المنتخبات تنقلا، مش عارف سافرنا كام ميل، كان كان حتى معمول تقرير امريكي معمول عن اكتر المنتخبات تنقلا في كاس العالم، كنا احنا اكتر منتخب اتنقل عشان قعدنا في الشيشان اصلا، ما قعدناش في روسيا لما حصلت المشكله وراحوا مع رئيس الشيشاني وحطوا محمد صلاح في ورطه في وقتها مع الصحافه في اوروبا. ايوه فاكرين طبعا وقتها، يعني كان من قريب محمود فايز كان مساعد كوبر وقتها قال لك انه الميل اتبعت من 2015 لكل المنتخبات في العالم علشان اللي هتشارك في التصفيات ان انت لو هتروح روسيا هتلعب فين، بيقول لك ما حدش رد على الميل، هو ما حدش بلغهم ان في ميل. ما كانش في وقت يا استاذ محمد، ما يعني ما كانش في وقت 2015، ما كانش في وقت 2021 مع الاهلي يعني. في نهائي دوري الابطال هو بيشتغل ايه في اتحاد الكوره؟ طيب ما عايزين نفهم يعني. على ذكر الاهلي شفت سحبناك ازاي من المونديال؟ تعالى بقى ارجع لنا محليا بقى عشان نعرف نتفك معاك. لسه ما اتكلمناش عن المونديال، احنا اتكلمنا عن اتحاد الكوره. انسى بقى المنتخبات وخش بينا على فاركو، وخش بينا على ماتش النهارده ورؤيتك وتوقعاتك وكمان رؤيتك مبدئيا للمشوار اللي اتقطع حتى هذه اللحظه مع النادي الاهلي في النسخه دي من الدوري. بص، النادي الاهلي احسن صفقه عملها هي مش صفقه لاعب، هي صفقه اراحه اللاعبين قبل كولر كمان. اراحه اللاعبين من الموسم اللي فات، لان اللعيبه كان عندها حاله من الاجهاد غير طبيعيه، كان عندك كم اصابات غير طبيعي، السوليه وحمدي فتحي. لا هو الفريق كله كان مش معانا تقريبا، كل الفريق اللعيبه خلاص اوت اوف مود، لازم انت ترجعهم وتريحهم فتره عشان يقدروا ان هم يستعيدوا نشاطهم وحيويتهم زي اللعيبه في اوروبا. يعني لازم يريحوا فتره الصيف عشان يقدر يرجع يلعب مره ثانيه. فالحقيقه دي اهم صفقه عملها النادي الاهلي وهي اراحه اللاعبين. النقطه الثانيه، طبعا انت جبت مارسيل كولر من بدايه الموسم، وبالتالي هو حضر فتره الاعداد مع اللاعبين، قدر يحط ايده على نقاط القوه والضعف، يحدد احتياجاته، فدي كانت مهمه جدا ان انت تحدد مدير فني من بدايه الموسم ويحضر فتره الاعداد، ما يجيش مع بدايه موسم او منتصف موسم او فتره حرجه. النقطه الثالثه، كولر فعلا حط ايده على نقاط قوه في النادي الاهلي، ووضح جدا الفرق بتاع الراحه وفرق اعداد كولر في البدايه في اداء النادي الاهلي مع بدايه الموسم. حصل دروب الفتره اللي فاتت في الاداء والشكل، بفوز 2-1 بالعافيه في مباراه طلع الجيش، ولكن بعد كده في مباراه فيوتشر رغم ان المباراه كانت في المتناول جدا. طبعا انت فيوتشر كان بيلعب ناقص العدد، والاهلي كان يقدر ان هو يخلص المباراه من بدري باكتر من هدف، ولكن حصل حاله تراخي غريبه جدا، وفي النهايه كمان ما وفقش مجدي قفشه في تسديد الضربه الاخيره. فانا اظن ان كولر كمان كان الميزه فيه انه حتى والنادي الاهلي بيفوز كان دايما بيقول لك انه لا في مشاكل فنيه ما طلعش. لسه كذا مره قلت في التصريحات بتاعته بصراحه تؤخذ ليه جدا بالزبط. ان فكره هنا انه الراجل عنده شفافيه، ما عندوش بقى طالع اصل احنا بقى ظلمنا، اصل احنا مش عارف عارف تعليق الاخطاء على شماعه الغير دي احنا زهقنا منها. فاحنا دايما، ويمكن برضو على فكره اللي كان كده بصراحه موسيماني برضو كان في شفافيه يا كريم، احنا كذا مره عرضنا تصريحات ليه عمره ما كان بيتكلم ان لا الراجل كان عنده شفافيه. الاهلي بيأثر بيقول اتكلم كذا مره في الفينش، بالمناسبه لحد دلوقتي عندنا مشكله في الفينش. صحيح. هو ايه القصه يعني؟ مارسيل كولر على فكره مدير فني اجمع كل تقريبا الجماهير الاهلاويه ان هو متميز جدا طبعا. بس ستيل عندنا ازمه النهايه الفينش بتاعنا، يعني احنا بنضيع مننا فرص عظيمه. ليه بقى؟ لان هو لازم يشتغل على انهاء الهجمات مع الفراوده، ولازم يثبت على فرود واحد من الثلاثي شريف وشادي حسين وحسام حسن. روتيشن هيبقى مطلوب في وقت من الاوقات، زي ما النهارده مثلا غايب عنك شادي حسين فهتبدا بالشريف او حسام حسن، ولكن محتاج ان انت تشتغل مع الفراوده على انهاء الهجمات، محتاج ان انت تشتغل على تكتيك معين، ازاي ان عندي مهاجم رقم 9 انا لازم اشتغل عليه، انا هشتغل عليه ازاي؟ يعني النهارده شادي حسين ستايله مختلف عن ستايل شريف، مختلف عن ستايل حسام حسن، حسام حسن سترايكر رقم 9 هو عايز عرضيات وعايز حد يخدم عليه. شادي حسين شويه ممكن ينزل لتحت، شريف ممكن يتحرك اكتر على 18 ويدي مساحات للطرفين ان هم يضموا لجوه ويشتغلوا في القلب، زي مثلا يدي فرصه لبرونو سافي او الشحات او عبد القادر انه يشتغل. فهو محتاج يشتغل على الفراوده اكتر وانهاء الهجمات. اظن ان دي جزئيه فنيه هتبقى مهمه جدا، وهيبقى ضغط على كولر ان هو يشتغل عليها قبل كاس العالم للانديه كمان، لان النادي الاهلي اكيد هيقابل مستوى مختلف طبعاً عن المستوى اللي قابله في الدوري المصري. ما حدوته تانية خالص. ده احنا اللي عايزين نتكلم في ده بالتفصيل بقى. ده اكيد. وبعدين كمان عندنا دلوقتي الدوري المصري، احنا كان في ثلاث مباريات للاهلي يوم 21/25/29 بالظبط، فلازم الكلام من دلوقتي بقى انت هتعمل ايه في الماتشات دي. يعني لانه اكيد لازم مباريات ترحل، هترحل ما تجيش تقول لي في الاخر انت هتضغطني وتلعب كل ثلاث ايام، لانه انا فاهم هنرجع اللي كنا عليه قبل، هترجع لنفس المشكله. هجهز نفسي ازاي؟ هل اعمل وديات؟ قال برضه يعني هجهز نفسي ازاي مش كفريق؟ محتاج وديات مش محتاج، لانه خلاص فرقه وسط موسم وانت اوريدي بتلعب مباريات دوري ومباريات قويه، ولكن محتاج ان انت تريح قبلها
باسبوع علشان تقدر انت تحضر اللعيبه. عشان هو لو احنا اتكلمنا ان في ماتش يوم 29 يبقى كده الفارق قد ايه تقريبا؟ ده الاهلي هيلعب اول فبراير كمان، فرق ايه 3 ايام، ثلاث ايام صحيح، فلازم مباراه 29 طبعا ما كنتش موجوده. هو كان عامر حسين رئيس لجنه المسابقات كان اتكلم انه الدوري اكيد مش هيخلص في الوقت اللي تم تحديده سابقا في شهر 6 اللي اتكلموا فيه، وده اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا سنين طويله. خلينا برضو نقف كده او نبتدي معاك كلامنا عن الدوري بمباراه النهارده، وتوقعاتك ايه ورؤيتك ايه؟ فاركو بيمر بفتره شويه حرجه، هو في مركز تاسع، اداؤه في الموسم اللي فات كان افضل شويه بكتير بصراحه. بالظبط، وخالد جلال تمام كمان لما تم اقالته وجابوا ايهاب جلال. ايوه انا اظن ايهاب جلال هيحتاج وقت شويه، لان اي فرقه بيمسكها ايهاب جلال بيحتاج وقت في البدايه. ليه؟ ما هو ده لسه كنت عايزه، يعني ده سؤال كنت محضراه فعلا، ان انا عايز اعرف هو كابتن ايهاب جلال له تاريخه، لكن ليه دايما لما بيروح مع فريق او منتخب لازم ياخد فتره؟ يعني ما شفناش ده مع كل المديرين الفنيين على فكره، لا بيحصل سرعه. شفنا مع موسيماني، شفنا حتى ركراكي مع المغرب، شفنا مديرين فنيين كتير جدا اتغيروا ما اخدوش الوقت ده. المدربين دول بيلعبوا كره واقعيه، هو بيشوف الادوات اللي موجوده في الملعب بيلعب على اساسها. ايهاب جلال عايز يعمل العكس دايما، وعايز ينفذ فكره ايا كان مين اللي موجود. حتى لو لاعب ما بيعرفش يعمل بيلد اب، هو عايز يشتغل بيه يعمل بيلد اب من تحت، ويبدا انه يطلع بالكره من تحت ويطلع بالتيكي تاكا وينقل الكره على الارض. وده ممكن ما يكونش واقعي مع مستويات انديه اقل شويه، يعني لما تلعب شويه مع التوب ليفل فرق كبيره تقدر ان انت تعمل ده، عندك ادوات تقدر ان انت تنفذ الكلام ده، ولكن مع مستويات اقل شويه، مع احترامنا طبعا لكل الفرق اللي مسكها كابتن ايهاب جلال، ولكن فنيا لا بالظبط، فنيا لا، اللعيبه بيبقى عندها مشاكل في البيلد اب، عندها مشاكل في بناء الكوره، لا اللعيبه في وقت من الاوقات لما بتنزلي عايزه تطفش. انت ما تجبرهمش دايما انه لازم تبني كره من تحت، لانه قطع الكوره اول ماتش لإيهاب جلال مع نادي الزمالك كان خسر من النادي الاهلي 3، وكان بسبب اخطاء اللي هو عايز يبني الكوره من تحت، واستغلها النادي الاهلي كويس جدا وكسب المباراه دي. ونفس الكلام كان عايز يعمله برده مع منتخب مصر، ولكن كانت مشكلته اظن مع منتخب مصر هي مشكله قياده، ومشكله اداريه اكتر منها مشكله فنيه. يعني لو إيهاب جلال لو كان اداريا قوي كان يقدر ان هو ما لحقش ياخد اي وقت تقريبا، يعني لانه في البدايه كان الاختيار مش هو الصائب، ونال انتقادات كبيره جدا، اثر عليه وهو ما كانش قوي كفايه في ان هو يسيطر على الفريق. وليه يكون يعني قصاد قرارات مش صح من الاول؟ يعني ليه قرارات خاطئه وبتاخد مننا وقت، ونقعد احنا نندهش ونبدي استنكارنا وتعجبنا ونرجع بقى كده نتكلم؟ انت اللي هترجعني تاني دلوقتي. عشان هم وقتها اتكلموا مع كابتن حسن شحاته وقالوا له هتيجي تدرب، واتكلموا مع كابتن حسام حسن وفتحوا باب معاه، واتكلموا مع كابتن ايهاب جلال، وكل واحد في اتحاد الكره وقتها كان ليه راي، ده بيكلم ده وده بيكلم ده وده بيكلم ده. وقتها كمان كابتن حسن شحاته زعل، ازاي انتوا بتكلموني وبعد كده قالكم بتتفاوضوا مع حد تاني؟ في الاخر جابوا كابتن ايهاب جلال بناء على رغبه اثنين هم اللي كانوا مسيطرين على اتحاد الكره. هو كابتن حسن شحاته كان ممكن ان هو يبقى فرصته يعني حلوه لو كان مسك المنتخب وقتها. انا رايي لا، انا رايي شمعنا؟ محتاجين كابتن حسن شحاته في الوقت ده انه يكون راجل بيخطط للكره المصريه، انا عايزه حاجه اكبر من كونه مدير فني لفكره رؤيه يعني عامه للكره المصريه، ضمن منظومه تطوير الكره المصريه. بالظبط، وللاسف احنا ما بنستفدش من نجومنا، لانه بره في اوروبا بياخدوا النجوم القدام دول، وتلاقي بقى النجم ده قاعد في منظومه تطوير الكره المصريه، خلاصه خبراته بيحطوها لهم على الترابيزه. بالظبط، انما سنين النهارده عمره اللي فناها كنجم في اللعبه بيقول لهم سواء مدرب او لاعب، يعني بتكلم على كابتن جوهري الله يرحمه طبعا قبل ما يتوفى، احنا قعدنا في السنوات هو موجود في الاردن وموجود في مناصب كتيره وما كانش مستفاد بيه في منتخب مصر. كابتن حسن شحاته نفس الكلام، وعندنا كوادر كتيره جدا موجوده بره مصر وجوه مصر مش مستغله في اتحاد الكوره. مش عارفه ليه بنقلق، يعني مش هجمع بس ده بيحصل فعلا، تلاقي بتقلق من حد سبقك بخبرته ان هو تجيبه تاني، تخاف ان هو مثلا ياخد مكانك. يا جماعه ما احنا لازم نستفيد بالخبرات اللي موجوده مع دلوقتي الفكر الجديد طبعا. ده في الاول في الاخر هو ده النجاح، انما الناس اللي قدمت كتير ولا خلاص مع السلامه مش محتاجينك، يعني ما ده غريب جدا بصراحه. ما عشان اللي موجود هو مش واثق في نفسه ومش فاهم، مش فاهم كفايه ان هو يحدد احتياجاته ويحط كل عنصر في المكان الصح، هو الامور ماشيه بشكل عشوائي جدا. انا اقترح ان احنا نرجعه للمونديال تاني. انا رايي كده صح كده، انا قلت كده الموضوع بيخرج عن السيطره. مش يعني اصل هو كمان يعني احنا بنساله وهو بيروح واحنا بنروح معاه، لان الواحد في الاول في الاخر بجد بيتكلم بشفافيه. اسهل لحضرتك على حاجه، لازم الواحد يبقى مهني، اسمحوا لي اقول الكلمه دي سريعه جدا، لازم الواحد يبقى مهني. مش معنى ان احنا بنشتغل ان احنا نطلع ونشكر بس، لا لا انا اسفه، ده مش هيحصل. لما هيبقى في مشكله هنقول ان في مشكله، لما يبقى في نقص
النقد لازم هننتقد، لان المصلحه العامه هي تتطلب ده. الواحد حتى لو بيقول نقد يا كريم، احنا مش عايزين نهدم، احنا عايزين نبني، بس صح. لازم أكيد. نحط ايدينا على الحاجه عشان نبني، لكن هنقول احنا تمام، احنا تمام، لا احنا مش تمام، منظومه الكره المصريه مش تمام. لا واحنا زعلانين المغرب النهارده وصل سيمي فاينال كاس عالم ربع عالم واحنا مش موجودين اصلا في كاس العالم. احنا ثلاث مرات في كاس عالم، منهم ازاي؟ اخر 30 يعني؟ سنه رايحين مرتين بس. عندنا محمد صلاح افضل لاعب في العالم، عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، عندنا 100 مليون مصري، ما مش عارفين نطلع لعيبه تقدر ان هي تعمل دوري كويس ونطلعهم اوروبا. يعني في ايه؟ طيب يعني اكتر مباراه استمتعت بيها غير الماتش النهائي، عشان ده ماتش ودينا في الكلام تحيده ده بره الحزب. ايه تاني عجبك؟ اكتر ماتشات عجبتك؟ مباراه الارجنتين وهولندا واحده من امتع المباريات في التاريخ، كانت مباراة حلوة جدا، ومباراة رايحة جاية، الأرجنتين بتقدم، هولندا بترجع، وبترجع في الوقت بدل الضايع بفاول حلو قوي. كمان فان خال مدرب كبير قوي، عرف يعني ميسي هاجمه في النهاية. أنت لعبت كرة طويلة، هو فعلا لعب كرة طويلة واعتمد على التغييرتين اللي عملهم وبدأ يلعب الكرة الطويلة فعلا، ولكن في النهاية هو مدرب عنده تكتيك وعنده دماغ، وقدر إن هو يتعادل مع منتخب الأرجنتين. المباراة كانت من أمتع مباريات في البطولة. مباريات المغرب كانت حلوة جدا برضه، المغرب مع البرتغال كانت مباراة حلوة فاجئونا. انا اتفاجئت بالجول في الاول، واتفاجئت ان المغرب ركراكي كان مدرب هايل قوي، يعني مع اسبانيا عارف ان اسبانيا فرقه بتمسك كوره، فعارف ان هو يقفل خطوطه كويس قوي، عارف ان فرقه هتمسك كوره فخلاص انا هعمل زون وهقابلها من متاخر. ولكن المنتخب البرتغالي هو منتخب فاتح لعبه، هو منتخب بيتارجت الجول على طول، ما بينقلش الكوره كتير، فهو عمل العكس بقى، بدا هو اللي يمسك كوره اكتر، بدا يحاول ان هو ينقل الكوره بدل ان يعتمد على ان هو يتارجت الجول على طول، وقدر بالظبط، وقدر من خلال النصيري ان هو يسجل طبعا هدف الفوز. بعدها بقى خلاص يعني طبعا المنتخب البرتغالي بدا يضغط بجوا فيليكس وبرونو مع نزول كريستيانو رونالدو، فكان وقتها لازم يقفل قصاد دفاعات طبعا قصاد هجوم المنتخب البرتغالي. الفاينل بقى كان حدوته لوحدها. بص لغايه الدقيقه 75 انا ما كنتش مستمتع خالص ولا حد في، احنا قاعدين هو ده النهائي بتاع كاس العالم بالزبط. ايه الماتش الممل ده؟ بس هي ماتشات الفاينل دايما كده، لانه يعني كل المجهود اللي راح ده انا مش هينفع ان انا اضيعه في 90 دقيقه، فمهما كان المباراه ايه مستواها انا لازم اكسب طبعا. فبيبقى طبيعه المباريات النهائيه كده، ولكن بعد الدقيقه 75 والهدفين بتاع كيليان امبابي دول الدنيا اتقلبت طبعا. شفت ماتش نسخه تانية، لان خلاص الناس كلها طبعا. كل اللعيبه في الملعب بدات تحس انه انا كاس عام هيروح انا حتى لو ميت في الملعب طبعا. انا لازم اشتغل، لو ميسي ماسك الخلفيه انا هلعب. انا اللي ضحكني جدا ردود افعال ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا طبعا. كان كل شويه يجيبوا عليه الكاميرا، انت مش فاهم كان متوتر ازاي، وبعدين يفرح قوي ويتفاعل قوي. وكمان اللقطات الحلوه اللي بعد المباراه وبعد الخساره، انا وكريم حتى اتكلمنا عنها، ان هو نزل يواسي مبابي وحضنه برضه لقطه حلوه. وشفته كمان كالعاده كالعاده المصريين برضه ما يفوتوش اي حاجه من النوع ده. قال لك ايه للصوره بتاعت ماكرون هو موطي كده مقرفص على رجليه وبيحاول يواسي مبابي، فبيقول لك ده لو رئيس مجلس محلي المدينه عندنا هيقوم يوقف الناس. طبعا انت فاهم كانت طبعا برضو. خلي بالك المونديال ده مليان لقطات تستحق التأمل. دي حقيقة مليان طبعًا. اخرها طبعا بطبيعه الحال البشت او العباءه التقليديه القطريه اللي لبسها اسمه الامير طبعا لميسي، واللي اثارت جدل واسع موت في اوروبا جدا، يعني الدنيا تكاد تكون انقلبت في اوروبا بس بشكل حلو. لا حلو حلو في الارجنتين، الارجنتين قعد كل الصحف وكل العناوين كانت ماشيه في سكه ايه ان اللي حصل ده وكانه زي ما بتسلم مثلا مفتاح المدينه لضيف تكريم. لكن في اوروبا قال لك لا اللقطه دي فيها افساد والله. يعني بقول لك اليونان في اولمبياد اثينا اظن كان اللي بيكسبوا كانوا بيلبسوهم حاجه ليها علاقه بالتراث اليوناني، ده رمز الدوله المستضيفه. ما حدش قال وقتها ان اليونان عايزه تفرض ثقافتها على حد. بس انت كعرب بقى، انت احنا كعرب بقى يعني لازم هنبقى عرضه للنوع ده من الكلام طبعا. ده غير على فكره وانتوا هتتكلموا بقى، انه انا ما شفتش بصراحه بس وارد جدا ان في حتى ناس من الداخل عندنا في مصر، انا قريت حاجات منتقدين اللقطه دي، يعني انا شايفاها لقطه جميله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لا كمان في كانت قناة ألمانية يا كريم حد طلع وسخر من منتخب المغرب بعد لما فاز، فبس طلعت القناة واعتذرت بعد كده. فطبعا خلينا نبقى متفقين منذ بداية الإعلان ان قطر هتستضيف هذه النسخة من المونديال، وكان في انتقادات لازعة جدا لمجرد ان قطر دولة عربية. فطبعا في لازم نبقى معترفين ان في يعني ريسيزم، يعني اللي هو تربص في عنصرية الكلام ده موجود. بس اللي أنا عاجبني ان انت رديت على كل ده بس في صمت، ترديت على الأرض. المشهد اللي احنا شفناه للشهر ده كله، انا بقول لك انا من الراي ده، انا بتمنى الراي ده، ورونا
المونديال الجاي هيبقى شبه ده ازاي؟ ده لو صحيح. ده لو كان قريب ليه حتى. ده اعظم مونديال في التاريخ فنيا وجماهيريا ومن ناحيه الاستضافه والبنى التحتيه وكل حاجه. والامان ممكن اقول لكم معلش اضيف صحيح. حاجه يعني طبعًا. كان في برضو فيديو عاملينه كذا قناه مختلفه يعني قنوات مختلفه لينكات على اليوتيوب انا شفتها بيستضيفوا البنات بنات جايين من كل انحاء العالم وحضراتكم ركزوا معايا في الكلام ده جدا عشان تعرفوا برضو الدنيا او الرؤيه كانت ازاي. بيسالوا البنات اللي هم جايين بنات صغيرين واعمار مختلفه شابات يعني بيقولوا لهم انتوا كنتوا حاسين بامان وانتوا جايين قطر؟ 90% ان لم يكن اكتر كانوا بيردوا بيقولوا واحنا جايين اللي كانت خايفه اللي باباها جه معاها اللي خطيبها جه معاها اللي مش عارفه اضطرت ان عيلتها كلها تيجي معاها اللي جات لوحدها بس كانت قلقانه جدا على نفسها بعد كده في البدايه لان دي الصوره اللي كانت بتتصدر لهم صحيح. بعد كده بيقولوا احنا ما فيش حد اصلا لا بيبص لنا بصه وحشه ولا بيكلمنا كلمه وحشه صح. ولا شفنا اي حد حتى بيصفر لنا من بعيد في احترام في ادميه كان في تامين بشكل كبير. انا بالنسبه لي ده نجاح مش بس القطر للمنطقة العربية كلها طبيعي. وإن لم يكن ده الواقع عندنا في بعض الدول لكن نتمنى إن احنا نحتذي بهذا النموذج ونبقى زيهم ولا حالة تحرش واحدة ولا حالة ولا أي موبايل حالة. صحيح. صحيح. عايز أقول لك كمان إنه بعد منع كحوليات هي قطر هجمت جدا على موضوع منع كحوليات كان أفضل في شيء اتعمل أول مرة في التاريخ ما يحصلش اشتباك ما بين جماهير أيوه. قبل المباراه وبعد المباراه طبعا يعني عشان ما فيش كحوليات اللعيبه بتغي بتعمل عنف يغيبوا عن الوعي الجماهير الانجليزيه بالذات كانت دايما بتعمل طبعا. مشاكل طبعا فالنهارده ما حصلش اي عنف من الجماهير بالعكس انت شايف صوره حضاريه كمان الناس اللي راحت في المونديال كانوا يقدروا يحضروا ماتشين وثلاثه واربعه في نفس اليوم لانه ملاعب قريبه من بعضها مين المدينه اللي تقدر تستضيف ملاعب قريبه من بعضها العدد والكم الهائل كبير جدا من الجماهير اللي بتروح النهارده كان مفتوح للجماهير تقدر تزور قطر بدون اي تاشيرات تقدر ان انت تسافر بسهوله جدا فانا اظن ان ده واحده من افضل المونديالات على المستوى الفني كمان شفنا مونديال حلو قوي ماتشات حلوه قوي احنا ما شفناهاش قبل كده في مونديالات انا شفت مونديال 8 من بدايه من مونديال 98 كنت صغير شويه بس شفته وواعي عليه يعني فلا مونديال 98 كان حلو 2002 كان كويس ولكن المستوى الفني اللي شفته في 2022 فعلا هو واحده من افضل النسخ اللي شفتها بس مستوى فني فردي ولا مستوى منتخبات يعني في وجهه نظر بتقول لك ان منتخبات زمان اتقل مما هي عليه في النسخه دي من المونديال لكن طبعا التالق الفردي لا غبار عليه مش هندخل فيه لكن يعني ثقه المنتخب انجلترا زمان اكتر من دلوقتي البرازيل كانت زمان اتقل من دلوقتي حتى فرنسا بالمناسبه كانت زمان اتقل من دلوقتي صحيح. ولا حضرتك شايف ايه انا مع حضرتك بس نسخه البرازيل المره دي برغم خروجها من دور الثمانيه امام كرواتيا ولكن هي افضل نسخه للبرازيل من سنه 2002 جيل رونالدو رونالدينيو والجيل اللي كان شاطب جيل عظيم ولكن افضل نسخه من وقتها للبرازيل هي النسخه دي كانوا فرقه فظيعه جدا منتخب انجلترا رغم انه كان بيضم لامبرد وجيرارد وبيكام ونيفل وغيره من النجوم ومايكل اوين وروني ولكن ما خدوش كاس عالم ما خدوش اليورو بالنسبه للبرازيل ليه قل قوي التاتشات البرازيلي المعتاده لعب الحواري اللي طول عمرنا كعالم عربي بنحبه جدا في الفرق البرازيليه هو موجود في فينسيوس موجود في انتر مش زي زمان عشان الكوره اختلفت عشان النهارده طريقه المدربين وقيادتهم للمباريات اختلفت انت لازم النهارده انت بتبني كوره من تحت بتباص كوره على الارض كتير المهارات الفرديه بقيت تستغلها في واحد لواحد انت لما اللاعب يتحط في موقف واحد لواحد ولكن غير كده انت دايما بتلعب لعب جماعي لعب فيه باصص كتيره عشان تقدر ان انت توصل ترهق المنافس وتقدر توصل للجول باسرع طريقه ممكنه كل ما يكون معاك الاستحواذ اكتر عشان كده دايما الكلام على الاستحواذ كل ما معاك الاستحواذ اكتر كل ما تقدر ان انت تروح لمرمى الخصم اكتر كل ما ده معنى ان انت ما بتتهددش كفايه ان انت دايما الكره في رجلك انت فالنهارده طريقه الكوره اختلفت شويه عن زمان الكوره زمان كانت امتع شويه التاكتكس فيها كانت اقل شويه فكان الناس بتستمتع اكتر ولكن مقارنه بما شفناه مثلا اخر مونديالين مونديال 2018 ما كانش مونديال حلو قوي يعني 2014 كان نفس الكلام شويه ولكن المونديال ده لا احنا اتفرجنا على كوره حلوه اتفرجنا على فنيات كمان احنا فرحنا في الفاينل ناس كتير قوي فرحت لديماريا ديماريا هو رفيق ليونيل ميسي لعب معاه في كاس العالم للشباب اللي توجوا بيه لعب معاه في اولمبياد 2008 وكان جايب الجول بتاع التتويج بالميداليه الذهبيه لعب معاه في كوبا امريكا 2021 وهو اللي جاب الجول التتويج فالنهارده برضو ديماريا بيسجل مع ميسي في الفاينل وبيساهم معاه في التتويج مارتينيز كان نفس الكلام كان كلمه سر برضو في التتويج مع الارجنتين ان هو كان ساهم في صعود الارجنتين لفاينل كوبا امريكا 2021 لما تصدر ثلاث ضربات ترجيح امام كولومبيا ثم عاد برضو في كاس العالم وتالق في التصدي لضربات الترجيح في مباراه هولندا ومباراه الفاينل امام فرنسا فميسي
على قد ما الناس شايفه ان منتخب الارجنتين هو مش منتخب متكامل، مش بيقدم كره ممتعه قوي، ولكن كان في بعض العناصر المؤثره في مسيره الارجنتين في السنوات الاخيره مع ليونيل ميسي. هو مارتينيز تحديدا كمان قصته يعني ملهمة. في ملهمه جدا، هو مجنون شويه بس عنده قصه ملهمه. هو حتى الطريقه اللي احتفل بيها يعني طبعًا. في ايه طبعا عايز ايه مننا في حاجه ايه ده يعني. لا بس هو فعلا لو الواحد، انا مش عارفه من حضراتكم عارف قصته، بس مارتينيز يعني زي ما بتقال كده زيه زي لعيبه كتيره منهم مبابي بالمناسبه، كان فقر شديد جدا، هو كان عنده مشكله هو واخوه واهله، كان ابوه عليهم ديون كانوا عايزينه يسيب كرة القدم، وهو أصر أن هو يستمر فيها. وبعد كده لعب، كان مسيرته قعد سنوات طويلة جدا احتياطي، ما كانش بيشارك، وبعد كده ساب النادي وراح انتقل لنادي آخر، وابتدى أن هو يعني يظهر أكتر ويثبت نفسه. فهي قصة فيها إلهام وفيها إصرار وفيها إيمان بالذات، لأن مارتينيز لو كان ريدي بالوضع خلاص أنا بقبض وفي نادي كبير وبس قاعد احتياطي ما كانش حقق أي حاجة. دايماً الفقر تلاقيه قاسم مشترك في قصص نجاح الاساطير في عالم مش عارفه ليه حد، طب لو مش فقير ما ينجحش برضه ليه دايما على طب والله العظيم في حاجه مش مظبوطه، مش هيبقى عنده نفس اصرار يعني الفقير يعني مش هيبقى عنده نفس بالعكس في ناس اغنياء بس عندها اصرار. بس فعلا كل القصص اللي بنسمعها 90% منها لازم يكون عنده فقر متقع. يعني ممكن اصل لو غني ونجح فهو ما عندوش شويه قصه، ما عندوش حكايه فبتبان شويه حافز ده. ما حدش بيركز عليه يقول لك ما انت اوريدي جاي من اسره ناجحه، فما بيبقاش، مع ان ممكن الشخص ده يبقى برضه بنى نفسه بنفسه. ده على ذكر النقطه دي عايز اقول لكم ان اليومين اللي فاتوا الدنيا كانت مقلوبه تحت بيت جده ميسي في بوينس ايرس، لان انت عارفه ان هي اللي كانت اكبر واول واهم داعم ليه في حياته، وهي اللي اجبرت والده ووالدته على ان هم يهتموا بموهبته، وهي اللي وقفت جنبه وقت ما كان بيعاني من مساله الضمور وعدم اكتمال النمو والمشكله اللي كان بيعاني منها. بيدور على حقنا ب 1500 دولار. بعد كده سفروه برشلونه، فبداوا انه ده لاعب موهوب، بداوا يعني يوفروا الناس شايلها لجده ميسي قوي، ده اللي عايز اقوله. صح، وراحوا يحتفلوا تحت بيتها. صح صح ده حقيقي. وطبعا يعني برضو قصه ميسي ملهمه، قصه اشرف حكيمي في المغرب ملهمه، قصه ديفيز في كندا ملهمه بصراحه، في قصص كتير ملهمه جدا مع نجوم في المونديال. والحقيقه ان الواحد بيتبسط لما بيلاقي حد عنده قصه نجاح دي، يعني لازم تتحكي للناس وتعرف ان الكوره مش مجرد هو نجيلة انت بتتفرج على كورة وناس بتجري ورا كورة وخلاص، لا، الكل ورا كل لاعب من اللي موجودين في الملعب قصة طبعًا. ملهمة جدا. النجاح ديفيز. النجاح محتاج، النجاح ما بيجيش من مرة او اتنين، انت لازم تأكد، لازم تصبر، لازم يبقى عندك اصرار. ما فيش حد بينجح مرة واحدة كده او تجرب مرة واتنين لا خلاص انا مش مكتوب لي. عارف في ناس انهزامية كده في حياتها بنقابلهم حوالينا. عندنا قصة صلاح، قصة ملهمة جدا. امن بنفسه طبعًا. يعني بغض النظر عن كل الصعوبات اللي واجهها والهجوم اللي واجهه وعدم الايمان بقدراته، ما احنا اكيد في حياتنا واحنا ماشيين بنشتغل في ناس تقول لك لا انت لسه شويه عليك، لا انت مش هتعرف توصل، ده بقابلني لا طب ما انا هقابلك، ما انا هوصل وهقابلك بالظبط، بس قول لنا فين والساعه كام عشان وقتنا ضيق يعني. فلا بجد قصه نتعلم، او قصص خلينا نقول نتعلم منها فعلا. لازم الكوره فيها حكاوي كتيره حلوه، ولازم نتعلم من لعيبه الكوره، كل واحد عنده حكايه حلوه لازم تتحكي للناس والناس تشوفها وتشوف تفاصيلها وابعادها. ديفيز راجل جاي من سيراليون بيسافر كندا بعد تم التهجير، وفي كندا بيلعب كوره، وتلاقي دايما ورا قصه نجاح برضو مش الفقر بس، دايما الاب والام طبعا. يعني لولا انه حكيمي والدته بتشتغل خادمه في البيوت ومصره ان هو ما يشتغلش، لا هو يروح يلعب، فهي اللي صرفت عليه وتعبت وراه وشقت وراه. ديفيز نفس الكلام، كل لاعب عنده قصة ملهمة وراها فقر، وراها أب وأم، وراها دايما دافع عشان كده كانت اللقطات أكتر من رائعة اللي شفنا من خلالها منتخب المغرب، كل واحد بيجري على والدته بصفة خاصة، اللي بيبوس راسها، اللي بيبوس إيديها، اللي بيرقص معاها زي سفيان. يعني كانت لقطات بعتت رسائل كتير قوي على المستوى الانساني، بعيدا بقى عن كره القدم وبعيدا عن الفوز او الخساره، لا في بعد انساني ملحوظ في النسخه دي من المونديال. بس شفت انت اشرف حكيمي مع مراته لما قلت انت رحت للعالم كله وبقيت جاي لنا اخر واحده. طيب يا اخي التاتش بتاعنا ست ست في اي مكان. طب الكره الذهبيه نتوقع كده ممكن ان هي تروح لمين النسخه دي؟ يعني هل مثلا جريزمان، مبابي، ميسي؟ توقعاتك. بص، هو بنزيما كان مسيطر على كل حاجه السنه اللي فاتت، ولكن تاجيل جائزه ذا بيست لشهر واحد ودخلوا كاس العالم في الحسبه اربك كل الامور. يعني الناس كلها كانت مستنيه بنزيما يعمل اي حاجه في كاس العالم مع فرنسا، خلاص بنزيما حظه وحش قوي
يعني غريبة، يعني يصاب قبل المونديال، المونديال اللي فاتت اللي فات ما خدوش، بس كان يقدر يشترك من دور ال 16 يعني، كان الإصابة، هو ما بيحبوش المدير الفني اصلا. هي هو دي شاب النقطة دي، المفروض يبقى فيه يعني مش يعني حاجة زي تحقيق يتعمل مع ديشامب، لان اللي احنا سمعناه ان في مرحلة معينة بنزيما بعت وقال لهم ان هو على اتم الاستعداد وجاهز للمشاركه، هو مرضيش وما فيش خالص، مش حلو ده، هو واضح ان هو مش حابب بنزيما. طب ازاي يحرم منتخب بلده من خدمات يعني احسن لاعب؟ انانيه قوي يعني، دي ازاي تفوت عليهم؟ ما هو في النهايه اصلا هيجبر مدير فني لازم تاخده، ممكن يقول له ان انا ما حضرش معايا مثلا المباريات الاولى، فانا مش عايز اعمل ربكه في الفريق. حتى لما سئل في المؤتمر الصحفي قبل الفاينل ان بنزيما جاهز وقال انه ممكن يجي يشترك في المباراه، فرفض بحده ان هو يجاوب على السؤال ده وتجاوزه، يعني ما رضاش ان هو حتى يعلق على الانباء اللي بتتداول. ده لاعب استثنائي، ما ينفعش تكون المعامله معاه كده. لازم احسن لاعب في العالم كنت لازم ان انت تضمه، اكيد هيدعم معاك، بس هو ممكن يكون فكر ان هو في مشاكل ما ممكن اوجدها بنزيما في داخل الفريق، ان هو محافظ على وجود جيرو ومبابي وشايف ان التوليفه دي هي الانسب بالنسبه له في منتخب فرنسا ربما، ولكن واضح ان في مشاكل كبيره جدا وراهم في ما بين بنزيما وما بين ديشامب. ولكن من الناحيه بقى مين اللي هيفوز؟ انا اظن ان ميسي بفوزه بكاس العالم ادى كتف كده لبنزيما، يعني ممكن جدا نلاقي لقطه كاس العالم دي الناس كلها النهارده مركزه قوي مع ميسي، فممكن يكون مدي كتف كده لبنزيما. مش اصل لا متعه برضه، متعه والاثاره ماشي، بس خلاص بقى خد كل جوائز الدنيا، الكوكب كله خد الجوائز متكامل، محدش خد الجوائز. انا كان نفسي يبقى كريستيانو اللي في المكان ده الصراحه، بس ما كريستيانو حط نفسه في ورطه بالتصريحات بتاعته، وان هو معلش اقول لك على حاجه برضه يا محمد، ما هو حط نفسه في الورطه دي بعد ما كان في سوء معامله وتجاهل متعمد من تين هيج، يعني ما هو مش خرج كده من نفسه. خلاص انت انا جاي لك وجاي لك نجم، وده المكان اللي انا ابتديت فيه وحققت انجازات فيه وعايز اختم فيه، برضه حتى لو انا جاي متعجرف شويه ستيل انا كريستيانو رونالدو، فحقي المفروض المدير الفني الذكي هو يحتوي اللعيبه بتاعته النجم بتاعه، لكن هو ده ما حصلش. استنى بعد كاس العالم وقول التصريحات بتاعتك دي، هاجم فيها اداره مانشستر يونايتد، بس كان الكلام رايح جاي على ان هم مش عايزين، هم هو اللي مش هيكمل، ده كان من قبل كاس العالم بكتير، كان لازم يركز في كاس العالم. ما هي التوقيت دي كانت، التوقيت ده كان تاني يوم انت رايح معسكر المنتخب عشان قطر. الحاجه الاكيده ان دايما يقول لك ايه، حتى في الامثال يقول لك العبره بالخواتيم، صح؟ خاتمه ميسي مختلفه كتير عن حرام، والله حرام، مع ان الاثنين يعني سيم ليفل. انا شايفه ان بجد يعني ختام كريستيانو صعب جدا، خصوصا دلوقتي انت بتتكلم حتى هو مش عارف رايح، او احنا مش ما سمعناش عن نادي يقدم له عرض حتى، يعني السالري بتاعته ما فيش نادي قادر يحتوي ده، ما سمعناش غير حاجه في الخليج يعني لازم في السعوديه. لازم يتنازل ولا لازم يعتزل؟ لا لا لا، يقدر كريستيانو رونالدو يقدر يكمل على الاقل بنفس الزخم اللي كان عليه طول رحلته، مش هيبقى بنفس الحاله، يعني مش هيبقى بنفس الحاله بتاع كريستيانو رونالدو، ولكن وجوده هيبقى مهم جدا. يعني اظن تشيلسي مثلا ممكن جدا يحتاج لكريستيانو رونالدو، ولكن هو حط نفسه تحت ضغوط كبيره، عليه انه يتحرر من الضغوط دي عشان يقدر ان هو يأدي. طول ما انت بتحط نفسك تحت ضغوط، أيوة، بتحط نفسك في الكورنر، عارف انت اللي هو اي حد هيلوشك، فلازم تبعد عن الكورنر، العب باريحيه شويه، انت خلاص عملت حاجات وانجازات كبيره جدا، العب باريحيه السنه دي، وهو عايز يختم بعد اليورو بتاع 2024 مفيش مشكله، بس لازم تشتغل على نفسك السنه ونص دي بدون ضغوط علشان تتحرر من فكره انه مقارنه بميسي وان انا افضل لاعب في العالم. تمام. طيب يعني يا استاذ محمد، ميسيو محمد الوقت خلص، بس والله العظيم قرايه جميله بجد، لمينا كل حاجه، والنهارده باذن الله التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. عايزين نشوف كمان مباراه حلوه، يعني السكور حتى لو احنا الحمد لله مطمنين، النادي الاهلي مطمنا، بس عايزين نشوف سكور جايه عن طريقه لعبه حلوه قوي، عايزين نشوف التطوير والحاجات اللي احنا لمسناها مع مارسيل كولر منذ قدومه للنادي الاهلي اللي اتطورت بشكل كبير، حتى اللعيبه بتاعتنا عادوا للمستوى، الكيمستري اصبح رائع جدا، في استحواذ كبير على الكره، نتمنى نشوف المستوى ده في كل المباريات كمان القادمه. شكرا ليك استاذ محمد. شكرا ليكي جدا، نورتنا واسعدتنا بوجودك، وان شاء الله اللقاءات تتكرر بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله، بس دايما معاكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات، ونرجع عشان نهاوند هتستقبل الدكتوره ايمان المراجبي، ويفتحوا مع حضراتكم ملف في منتهى الاهميه، تابعوا الفقره دي، وانا اشوفكم على خير بكره ان شاء الله، الى اللقاء.